لنقاش تفاصيل هذا التحقيق يحضر معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أهلا بكم. حياكم الله. نبدأ بهذا التقرير الذي أعلنت عنه لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين، كيف تقيمون ما ورد في هذا التقرير وهل كان مفاجئا؟ حقيقة التقرير اللي صدر اليوم بالنسبة لي لم يكن مفاجئ، وأعتقد كل المراقبين للشأن العراقي لم يعتبروه مفاجئ، بل المفاجئ فيه أنه كان له نتيجة، لأن دائما اللجان التحقيقية التي تعملها الحكومة وغيرها من الأجهزة الحكومية لا تخرج بنتائج، تمر شهور ولا تخرج بنتائج، لكن هذه المرة ربما لأن هناك كان بالخطبة الجمعة لمرجع الدين السيستاني هدد وأعطى لهم سقف زمني، فكانوا مضطرين أن يخرج بنتائج، وكانت النتائج يعني مفاجئة. لماذا؟ لحجم التدليس ولحجم الكذب الذي استعملوه في هذا التقرير، وهم بطريقة ما يريدون أن يبرئون المجرم ويضعون الجريمة بعنق المتظاهرين. يعني ما يقولون بأن هناك بعض الأشخاص أو منتسبين الأمن هم من قاموا بإطلاق النار بأوامر صغار الضباط وبعض المسؤولين، وبالتالي هم يريدون أن يغسلوا أيديهم من دماء المتظاهرين، والطبقة السياسية هي بريئة من هذا الإجرام الذي وقع في حق المتظاهرين. بل في إحدى فقراته يلقي اللوم على المتظاهرين كون أنهم استخدموا قنابل المولوتوف، ولم يوثق لنا ولا فيديو، بالرغم أنه التظاهرات تم توثيقها كلها بالفيديو ونشرت على وسائل التواصل، لم نرى في يعني فيديو يكون هناك إلقاء يعني قنبلة حارقة على المنتسبين، بل بالعكس أنا رأيت بعض المتظاهرين هو من يقوم بمساعدة الجندي أو الشرطي الذي يتعرض إلى شيء. فالتقرير كان مخيب للآمال، وإذا كان هناك ربما 1% يعول على هذا التقرير قد خاب ظننا بهذا التقرير. وبالنهاية النظام يحاول أن يتخلص من هذه الجرائم ويظهر للآخرين بأنه بريء، وأن ما حدث علق على مجهول. يعني حتى في موضوع مهم جدا اللي هو موضوع القناصين، هم أقروا بأن هناك قناصين قد قتلوا المتظاهرين وكانت الإصابات في الرأس والصدر، لكن لم يذكروا من هم هؤلاء القناصين ومن هي الجهة التي تقف وراءهم، وهذا مهم جدا. بل ذكروا أستاذ نظير أمرا غريبا سنناقشه مع الأستاذ ضياء الشمري الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من فيينا، وهو أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أستاذ ضياء، مرحبا بك معنا بداية. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. حياكم الله. يعني ما بدأ غريبا بالفعل هو أن يتحدث هذا التقرير أو تتحدث نتائج اللجنة التحقيقية عن أن القادة الأمنيين وضباط الشرطة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين من غير تخويل من المستويات الحكومية العليا، هل يعقل أن يحدث هذا الأمر، استمرار إطلاق النار على مدى 7 أيام دون تخويل، ثم يأتوا في التقرير ذاته ويقيلوا مسؤول عمليات بغداد؟ يعني الأمر هو الأمر غريب. يعني هم درسوا القانون الدولي، درسوا انتهاكات لحقوق الإنسان حتى يتحدثون بهذا الكلام. يعني حقوق الإنسان لا يمكن تبرأ المجرم من الجريمة إن كان مسؤولا أو مرتكب أن ارتكب الجريمة، من نفذ ومن أمر بتنفيذ كلهم مجرمين. يعني حتى الدولة، إذا الدولة مجموعات إرهابية موجودة في أجهزة الأمن والشرطة، هاي مشكلة كبيرة أيضا. هي الدولة العينة الدولة، هي الدولة قسم التخطيط. يعني كيف نبرئ الواحد أنه خلاص يعني طرح، يعني هو هذا قالينا من والقتلى الحدود 320 ويفوق هذا العدد، ربما أن تكون يعني هل هذا هو خلاص يعني طلعناه من الوظيفة مالته، ربما ياخذ تقاعد كل المميزات مالته. نعم. هو هذه الحكومة هي مجموعة إصابات. نعم. أرجو أن تبقى معنا أستاذ ضياء. نعود لضيفنا في الاستوديو. اعترف تقرير بأن كان هنالك قناصة تحديدا في بغداد،
وهذه الجهات هي التي تسببت في مقتل المتظاهرين، لكن لم يذكر أي معلومة عن عمن قتل المتظاهرين في باقي المحافظات ومنها في الجنوب. هذا هو الأمر الذي كان يعني من يترقب نتائج هذا التقرير أن يجيب عن هذا التساؤل، ما هي هوية هؤلاء القناصين الذي اعترف بهم التقرير، ومن يقف وراءهم؟ وإذا كان هذا الأمر ينطبق على يعني بغداد، والتقرير عالج موضوع بغداد فقط، موضوع القناصين، المحافظات من قتل المتظاهرين فيها؟ يعني هذا الشيء وهوية هؤلاء القناصين، يعني لم يحدد الجهة ولا هوية القتلة ولا يعني بين أي شيء، ربما لأن هذا التقرير تم الضغوط عليه من قبل الفاعلين الحقيقيين، وهم من جعلوا التقرير يكون بهذا الصياغة بحيث لا يلقي المسؤولية على الفاعل الحقيقي. الشيء المهم جداً هو حمل المسؤولية لبعض يعني منتسبي قوى الأمن الداخلي، لكن لم يحدد مسؤولية الحشد الشعبي. هل كان الحشد الشعبي بريء من الجرائم التي حدثت في بحق المتظاهرين؟ أنا أتوقع أنه لهم يد كبيرة، بل أنا يعني أعتقد وكثير من المتظاهرين يجزمون بأن القناصين يتبعون إلى القوى الأمن الداخلي في الحشد الشعبي، هم من يقومون بقنص المتظاهرين، وإلا يعني من يقتل بدم بارد لا، يعني لا أعتقد أنه سيكون عراقي الولاء، إنما يعني شخص له ولاء آخر، له ولاء بأن يبقى هذا النظام على هذه الوضعية من الفساد، من الولاء إلى إيران، وهذا الشيء لا نجده إلا في يعني الدائرة الخاصة من الحشد الشعبي. نعم. لذلك أنا أقول يعني هذا التقرير ربما سيكون هو إدانة للنظام بدلا من أن يبرئه، لأنه كان تقرير منقوص. وأود أن أذكر في موضوع أن بعد التقرير الذي خرج تقرير للبعثة الدولية يونامي اللي في العراق، نعم، ردا على هذا التقرير ووصفته بأنه تقرير مخيب للآمال. وأنا أقول إذا كانت نظرة الأمم المتحدة من خلال ممثلياتها التي موجودة في بغداد هكذا بحق النظام العراقي، ووصفته بأن هذا العمل إجرامي وخطير في حق المتظاهرين، لماذا لا يقوم مجلس الأمن أو يعني المنظمة الدولية بشيء اتجاه هذا النظام؟ نحن الآن يعني الشعب العراقي يعيش أسير لعصابة مسلحة، يعني كل ما يحاول أن يعبر عن احتياجاته، يحاول أن يعبر عن ما يريد، يقمع بهذه الطريقة. يعني يقابل الحديد والنار. إلى هذه النقطة بالتفصيل أستاذ نظير، لكن مرة أخرى أستاذ ضياء، وفق النتائج المعلنة فإن لجنة التحقيق فعلت التالي وفق ما يرى البعض، جعلت من القوات الأمنية كبش فداء لهذه المجزرة، وفي نفس الوقت برأت ميليشيات الحشد، وبالتالي في الأيام القادمة إذا تعرض المتظاهرون مرة أخرى لمجزرة من هذا النوع وقتل العشرات من المتظاهرين، فإن نفس السيناريو سيتكرر، الميليشيات غير متهمة، مبرأة تماما، وكبش فداء آخر سيكون في مرحلة أخرى ربما من المسؤولين الأمنيين. عزيزي الكريم، إذا كانت الميليشيات مبرأة، الشعبي مبرأة، الأجهزة الأمنية مبرأة، من قتل ومن قنص نراهم بالتصوير، يعني قاعد يقنصوهم، احنا نراهم ونرى كيف يعاملون المتظاهرين في العلة، كيف قتلوا المتظاهرين في العلة بأجهزة أمن وبسيارة أمن وبملابس أمن وملابس شرطة، يعني كل هاي يقولون لا. أصلا هذا التقرير أخي تقرير يعني ما أعرف شلون يكون المرجعية تدخلت في هذا الموضوع وأتى هذا حقيقة لصالح المرجعية، النفوذ الإيرانية حتى تستمر بالعراق. على هذا الأساس هو بنيت هذه. من يحمي هذه الحكومة هي الميليشيات والحشد الشعبي والمؤسسات الإجرامية الممنوعة دوليا والمجرمة دوليا من الإيرانية، يعني سرايا خراسان وإلى آخره من التسميات الذين يحملوها، هذول كلهم قتلة ومجرمين، ويحتمون في بيوت المسؤولين ويسكنون في بيوت المسؤولين، وبعضهم هم حماية للمسؤولين، بعضهم هم يسكنون مع المسؤولين ويتجولون مع المسؤولين، إذا كان قاسم سليماني وإذا كان أي شخص آخر.
من القناص الموجودين فيها أشخاص من حماية قاسم سليماني. هل نبرئ قاسم سليماني من الجريمة؟ من أمر هذا الشخص أنه يقتل المتظاهرين؟ ليست قاسم سليماني؟ ليست لماذا إذن لماذا إذن سيد ضياء لم يتطرق التقرير أو النتائج التحقيق إلى ذلك؟ لماذا لم يتطرق التحقيق إلى ذلك مطلقا إذن؟ أخي هذه العملية لأنه حتى يقولون يعني المرجعية بادرت بين المرجعية والمرجعية كذا حتى يبيرون وجه المرجعية. أصلا المرجعية ما لها علاقة بالمتظاهرين. الشعارات المتظاهرين كانت واضحة، لا نريد أحزاب ولا مرجعية ولا تدخلات من عندهم ما يبدوها. حتى السيد مقتدى الصدر رفضوا انه يكون معهم، تعال انت ومجموعتك اهلا وسهلا بس انتم قيادي عندنا. نعم. هذه المطالب الشعب اخي، انتهاكات حقوق الانسان اللي قاعد تجري بالعراق، يعني سحبوا الاعتراف من عند يعني انا درست فيها وحده، سحبوا الاعتراف من المحاكم العراقيه والقضاء العراقي دوليا، الدول الاوروبيه لا تعترف بالقضاء العراقي. سحبوا الاعتراف من العراق بالحقوق الانسان بالمقعد مالته بمجلس الامم المتحده، هذه كلها موجوده على العراق لحد الان. الوزراء العراقيين من ياتون الى الوزارات او يستقبل لا يستقبلهم وزير ابدا لانه لن يعترفون به كدوله. ستبقى معنا استاذ ضياء. الاخ المتحدث قال دول عصابه، نعم هذه الحكومه هي عصابه. ستبقى معنا أستاذ ضياء، نعود لضيفنا في الاستوديو. أستاذ نظير، إلى أي مدى تظن أن الحكومة بتقريرها هذا أضاعت فرصتها الأخيرة أمام المتظاهرين السلميين قبل الجمعة؟ نعم بالتأكيد، أنا يعني أعتقد أنه كانت هناك بصيص أمل لهذا النظام أنه ربما تشق صف المتظاهرين بين موالين ومعارضين، لكن هذا التقرير جاء ليوحد صف المتظاهرين ولي يعني يثبت حقيقة المتظاهرين هم أعلم بها بأن هذا النظام لا محالة في طريق الإصلاح، إنما إزالته هو الطريقة الصحيحة والحل الوحيد للتخلص من الحالة التي نعيش فيها. نحن نتوقع يعني في المظاهرات يوم 25/10 ستخرج يعني جموع الشعب بالكامل، سواء شباب ولا كهول، سواء نساء أو رجال وبمختلف أطيافه، ذلك لأن هذه ربما تكون فرصة مثالية لأن يحقق الشعب ما يريد وينفذ ما يريد بإزالة هذا النظام وإقامة نظام آخر. لكن ما نريده يعني أن المجتمع الدولي يتضامن مع هؤلاء المتظاهرين، يتضامن مع الشعب العراقي، يعني كما قال الأخ دكتور ضياء، قال ان العراق الان تم اخراجه من يعني لجنه حقوق الانسان، تم اخراج يعني الان لا يعترف بالهيئات القضائيه في العراق، ونريد ان يتم التصعيد لعدم الاعتراف بالعمليه السياسيه الجاريه الان في العراق. نحن نتحول من سيء الى أسوأ، يعني واذا بقينا تحت ظل هذا النظام ربما سيدخنوا في قتل الناس، يدخنوا في ذله الناس، ونصل إلى حالة ربما تكون حالة مأساوية. نعم. سيد ضياء، يعني في السؤال الأخير، باعتقادكم ماذا أرادت أو ما الرسالة التي أرادت الحكومة إيصالها إلى الجماهير بين يدي استمرار المظاهرات مجددا يوم الجمعة القادم، وكيف يقرأ الشعب العراقي هذه الرسالة؟ الشعب العراقي واعي، والمتظاهرين الشباب الموجودين في الساحة واعين جدا ماذا تقصد الحكومة. الحكومة تريد إحباط الأحباط المتظاهرين وتقليل من أهمية المظاهرات. احنا سنعاقب المجرمين وسنعاقب ما قتل، هذا لا يهم العراقيين بالوقت الحاضر. العراقيين الشعارات مالتهم قاعد يقولوا 110% عن حقنا ما نتنازل، يعني هذه الشعارات العراقيه موجوده. اخي المظاهرات ليست فقط في العراق راح تكون، وانما في الدول الاوروبيه. هنا في النمسا اخذنا الموافقه امام السفاره الامريكيه يوم 25 راح نطلع مظاهره، وراح يطلعون فيها مظاهره من العرب والنمساويين المشاركين ويانا في هذه المظاهره. احنا كقوه حقوقيه حقوق انسان قاعد نعمل على اسقاط العمليه السياسيه، على اسقاط هذه التماثيل الموجوده في العراق. هذول الناس اللي اجوا من بدايه الاحتلال
لحد هذه اللحظة مرة يصير وزير خارجية، مرة يصير وزير تجارة، مرة يصير وزير ري، ما اختلفوا لحد الآن. يعني الوضعية هذه لإسقاطهم يجب توضيح لكل العالم، وكل سفارات العالم لازم تعلم أنه هذه الحكومة بالعراق ليست هي الكفوءة أنه تخدم الشعب العراقي، وإنما هي أتت لسرقة أموال العراق ونهب العراق وتدمير العراق وقتل العراقيين. شكرا لك دكتور ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان من النمسا. والشكر موصول كذلك لضيفنا في الاستوديو الذي حضر معنا، الباحث والكاتب السياسي الأستاذ نظير الكندوري. شكرا جزيلا لكم.